مرحبا واهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الموديل الاول اللي هو المساق الاول او المجموعه الاولى من هذا المساق الالكتروني حول الوسائل التعليميه المفتوحه. في هذه المجموعه الاولى موديل 1 سوف نتعلم ما هو التعليم المفتوح. ستكون عباره عن معلومات بسيطه اساسيه ولكنها مهمه جدا لكي تتمكن من الوصول الى بقيه المعلومات الموجوده في هذا المساق. بالبدايه وخير بدايه، ما هو التعليم المفتوح؟ كيف يطبق في الحالات التعليمية المختلفة؟ وما هي الوسائل للدخول على هذه الوسائل التعليمية المتاحة؟ وكيف يتم مشاركتها مع الآخرين سواء كانوا من المعلمين أو الأساتذة أو حتى الطلبة أو أي نوع من أنواع مختلفة من المنتفعين؟ ثانياً، سوف نستمر في النقاش لكي نتناول موضوع ما هي أهم المؤثرات والإيجابيات وكذلك الفوائد المتاحة من جراء استخدام وتطبيق التعليم المفتوح، وذلك سيتم النقاش على المستوى الإقليمي والمستوى المحلي والمستوى الدولي. ثم سوف ننتقل لمناقشة ما هي الجوانب التاريخية لكي نستعرض الجذور التاريخية لهذه الحركة وكيف أدت بنا إلى الطرق التعليمية المفتوحة التي نمارسها في حياتنا اليومية الآن. إذا كان لديك أي أسئلة أو أي مقترحات حول هذه المجموعة الأولى من هذا المساق، رجاء لا تتردد في طرح الأسئلة والتواصل مباشرة مع المعلم الذي سوف يساهم في توجيهك للطريق الصحيح أكاديميا وتقنيا حتى تحصل على الإجابات الوافرة. لنشارك سويا بشكل مفتوح، ونتعاون ونتفاعل سويا بشكل مفتوح، وننطلق نحو هدف واحد وهو التعليم المفتوح.